الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على وابر نعمائه ومتتابع آلائه، تفضل علينا بما يصلح به شأننا ويستقيم به حالنا، شرع لنا من الدين ما يرضى، فله الحمد جل في علاه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي علمنا ما يصلح به شأننا ويستقيم به حالنا، فعلمنا الآداب التي نحتاج إليها في حياتنا، فما غادر هذه الدنيا إلا وقد علمنا ما يصلح به شأننا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج آية من آيات الله، ما يترتب عليه من ترابة جديدة وأرحام متواصلة جديدة وقرابة ومحبة متأصلة وزواج وحياة ينتظر بها لها الدوام والبقاء. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين والخلق، فقال: تنكح المرأة لأربع: بمالها وجمالها، اللهم صل على محمد، بمالها وجمالها ونسبها ودينها، خطبا بذات الدين كذبت يداك. ونحن مع هذا الامر الرباني وهذا التوجيه النبوي السامي، فاننا نتوجه الى اهلنا واحبتنا وإخواننا آنوس الكرام، ومن ثم للسيد أبو بكر وأقاربه وأحبابه وجميع من حضر، نتقدم منكم ونقدم إليكم خطوبة يد كريمتكم ملاك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله لابننا هاشم أمجد هاشم باسم الحاج هاشم وفضيلة الشيخ عبد الحي والحضور جميعا. ونحن رهن الإشارة وطوع البنان في انتظار ردكم مشكورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونحن يا إخوة نقول لكم أهلا وسهلا بكم بالنيابة عن أبو محمد، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، ونقول للعروسين: بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكما في خير. وعلى هذه